السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل من قناة الموريتانية، نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. ختام الدورة البرلمانية الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2015-2016 على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. نواكشوط تحتضن انطلاق أشغال ورشة الاستعراض واعتماد برنامج تثمين التراث من أجل تنمية المدن القديمة ومحيطها. ومئات المتظاهرين الفلسطينيين يخرجون في مسيرات في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية إحياء لذكرى يوم الأرض العام الأربعين. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت أمس في الجمعية الوطنية أعمال الدورة الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2015-2016، وبهذه المناسبة ألقى النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيد المرابط البناهي خطابا ثمن فيه نتائج هذه الدورة وما تمخض عنها من قرارات ومشاريع تنموية. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة وسيدات الوزراء، زملائي وزميلاتي النواب، سادتي وسيداتي، ها نحن نختتم دورتنا البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2016. إن إجماعكم على الحاجة لجدول أعمالها لخير دليل على أهميته، ذلك أن هذه الدورة تميزت بمناقشة وإقرار نصوص تناولت مواضيع حيوية تمثل بعض أهم ركائز تنمية بلادنا وتحديثها للنهوض بها نحو المناعة والازدهار على أسس متينة قوامها الحكم الرشيد واستتباب الأمن. فقد ناقشتم وأقررتم مشروعي قانونين يتعلقان بمحاربة الإرهاب الذي حازت مقاربة بلادنا لمكافحته استحسانا وطنيا ودوليا واسعا لنجاعتها. إن بعض فصول هذه المقاربة تمثل مؤخرا في رعاية رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لمؤتمر حول دور علماء السنة في مواجهة التطرف والإرهاب. هذا وصادقتم على مشروع قانون يتعلق بمحاربة الفساد، مضيفين بذلك لبنة جديدة لصرح القوانين المؤسسة لثقافة نبذ هذه الظاهرة ومعاقبتها. تلك الثقافة التي مثل السعي لترسيخها أحد أهم مرتكزات سياسة بلادنا في السنوات الأخيرة. إن أعمالكم في هذه الدورة شملت الاقتصاد أيضا، إذ أدخلتم تعديلات على مدونة الاستثمار. تلك التعديلات التي تشجع الاستثمار في داخل البلاد وبذلك تسعى لخلق توازن تنموي حقيقي. زملائي النواب، لقد كنتم خلال هذه الدورة على قدر كبير من المسؤولية والفاعلية، إذ أثريتم نقاشات اللجان الدائمة بآرائكم النيرة وأحييت مداولات الجلسات العلنية بإخلاص وجدية، مغلبين للمصالح العليا للوطن ومتسامين على التخندقات الحزبية الضيقة. فهنيئا لكم بتلك الروح وبذلك السلوك. وتعتبر الأسئلة الشفوية التي أجاب عليها أعضاء الحكومة أمام النواب ظاهرة صحية لديمقراطيتنا ومصداقية جلية لمؤسساتنا ونظامنا السياسي. وفي الأخير أتمنى لكم عطلة سعيدة وتفاعلا مثمرا مع ناخبيكم، وأعلن على بركة الله وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي والمرسوم الذي تلي آنفا اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2016. أشكر. وعلى مستوى الغرفة الثانية في البرلمان، اختتمت أمس في مجلس الشيوخ أعمال الدورة الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2015-2016، وبهذه المناسبة ألقى نائب رئيس مجلس الشيوخ السيد الحاج عبد البا خطابا استعرض فيه جملة القوانين الهامة التي صادق عليها الشيوخ في مجالات مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وغسيل الأموال. سادة الوزراء، سادة الشيوخ، نحن وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى نهاية دورتنا الأولى فوق العادة لهذه السنة البرلمانية، بعد أن ناقشنا خلالها وصادقنا على العديد من المشاريع القوانين الهامة.
ذات الصلة بمختلف ميادين الحياة الوطنية. أذكر منها مثالا لا حصرا: مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكلها نصوص تهدف إلى إدخال أحكام الاتفاقيات الدولية في ترسانتنا القانونية الوطنية، مؤكدة إرادة السلطات العمومية في متابعة الجهود الرامية إلى استيفاء بلادنا لجميع المعايير الدولية في مجال دولة القانون والحكم الرشيد ومحاربة الظواهر التي تهدد أمن واستقرار الدول. زملاء الشيوخ الأعزاء، أتمنى لكم عودة ميمونة إلى مختلف دوائركم الانتخابية، وأعلن على بركة الله اختتام الدورة الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2015-2016. كانت الجمعية الوطنية قد عقدت جلسة علنية صباح أمس برئاسة النائب محمد البويليل رئيس الجمعية، خصصت للاستماع لردود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد الله الداود على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد غلام أول الحاج الشيخ. جلسات الجمعية الوطنية في هذه الدورة البرلمانية خصصت للاستماع لردود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد الله الداود لسؤال شفهي موجه من طرف النائب محمد غلام الحاج الشيخ. وطالب النائب محمد غلام في هذا السؤال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بتقديم إيضاحات حول ما يتم تداوله حول نية قطاع الشؤون الإسلامية اتخاذ إجراءات تنص على ضرورة حصول المحاضر على ترخيص من أجل مواصلة دورها التعليمي، كما قدم النائب في إطار سؤاله عرضا مفصلا حول تاريخ المحاضر والدور الذي لعبته في نشر مختلف العلوم الشرعية، مشيرا إلى أنها كان لها دورا بارزا في دعم الحياة الثقافية لبلاد الشنقيط عبر التاريخ. وفي رده على هذا السؤال استعرض وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أمام النواب تاريخ المحضرة الشنقيطية والدور الثقافي الذي لعبته في هذه المنطقة، وأضاف الوزير أن هذه المؤسسة التعليمية التي تأسست في القرن الخامس الهجري ساهمت في نشر الإسلام في مختلف أنحاء العالم. واستعرض الوزير في هذه المداخلة المراحل التطورية للمحضرة الشنقيطية والتحديات التي واجهتها باعتبارها المصدر الثقافي الوحيد في البلد خلال نشأة الدولة، كما ثمن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السؤال المتعلق بهذه المحاضر، مؤكدا أن الحكومة تعمل باستمرار على إنجاح السياسات المتعلقة بقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر دعم المحاضر ومنح رواتب معتبرة لشيوخ هذه المحاضر، مضيفا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد على عموم التراب الوطني تهدف إلى المحافظة على هذه المؤسسة التعليمية من المخاطر المبنية على التكسب والجمع الأعمى للمال من بعض الهيئات الوطنية والدولية. النواب وفي مداخلاتهم في هذه الجلسة العلنية أشادوا بالدور الريادي للمحضرة الشنقيطية في نشر العلوم والمعارف الإسلامية، مثمنين الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، ومطالبين في نفس الوقت بمضاعفة الجهود للحفاظ على تاريخ وعطاء هذه المؤسسة التربوية في الفترات القادمة. وبعد رد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على السؤال المقدم وجميع الاستشكالات التي طرحها النواب حول هذا الموضوع، اختتمت هذه الجلسة البرلمانية. دائما على مستوى الجمعية الوطنية، نظم نواب الجمعية يوما مخصصا للتبرع بالدم بهدف توفير هذه المادة بالقدر الكافي في مختلف المراكز والمستشفيات على عموم التراب الوطني، وتوافد النواب على السيارة المخصصة للتبرع بالدم للتعبير عن تجاوبهم مع رسالة النبيلة التبرع بالدم، وذلك لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، في خطوة تؤكد اهتمام الجمعية الوطنية بالقطاع الصحي وبذل الجهود المضاعفة لدعمه وتعزيز قدراته. في هذه المناسبة تحدث النائب الشيخ بويا والشيخنا عن هذه العملية. للتبرع للدم هو جاء بعد دعوة الجمعية الوطنية في جماعة علنية لأنها يتعدى اليوم يوم تبرع للدم، هي نواب الجمعية الوطنية وعمالهم، وأهميته لأنها مشاركة
من ممثلين الشعب، اللي هذا ابسط واجب، لان الانسان يشارك اخوه الاخر في احتياجات الدم اللي نحن نعتبر عنها عندنا نقص فيها، يطلب من اي مواطن عنده الصحه اللازمه لانه يشارك في سد ذاك النقص على ان يعدلوا. وبالنسبه لممثلين الشعب هذا واجبهم تجاه مواطن، لانه كل انسان معرض على انه صبح يمرض على ان يؤد فاصل في الدم. صدق مجلس الشيوخ بغالبية أصواته على التعديلات المقترحة والمكملة لمشروع القانون رقم 035/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010 والمتعلق بمكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال جلسة علنية جرت بإشراف نائب رئيس المجلس. غالبية الأصوات أجازها مجلس الشيوخ برئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبد الوهاب جملة تعديلات أحكام القانون المتعلق بالإرهاب خلال جلسة علنية مساء أمس. الجلسة العلنية بدأت بعرض جملة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المذكور والقاضية بسد بعض الثغرات في نصه وموائمة بعض مواده مع الخصوصيات الثقافية المجتمع من جهة وحيثيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. كما أضاءت التعديلات بعض الجوانب المحيطة بظاهرة الإرهاب وتصنيفها ضمن العمل الإرهابي كالتمويل والتواطؤ والدعم والتدريب ونحوها. وقد ثمن السادة الشيوخ في نقاشاتهم مشروع القانون بتعديلاته الجديدة باعتبارها تحصينا له ضد أي تأويلات محتملة وقطعا للطريق أمام أي مساهمات في أعمال العنف، مطالبنا في الوقت ذاته بضرورة تحديد واضح لمفهوم الإرهاب وتكييفه وفقا لمقتضيات تعاليمنا الإسلامية وخصوصياتنا الثقافية. كما تساءل البعض عن دواعي السن القانوني بتعديلاته الجديدة ولما لا يتم الاكتفاء بقرارات ومراسيم دون اللجوء إلى تعديله. الوزير وفي معرض رده على استشكالات السادة الشيوخ أوضح أن نص التعديلات أمر ضروري لتدعيم الترسانة القانونية الموريتانية المحاربة للإرهاب بأشكاله المختلفة. كما كشف السيد الوزير بالتفصيل جملة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهمين أو المدانين في أعمال إرهابية كحجز الأرصدة وتجميدها ونحو ذلك من الإجراءات التي يتيحها القانون بتعديلاته الجديدة والتي حفظت أيضا للمتهم حقوقه في الدفاع عن نفسه وحتى التعويض في حالة البراءة. وبمصادقة السادة الشيوخ على جملة التعديلات المقترحة يدخل مشروع القانون المكافح للإرهابي حيز التنفيذ. والأمس في العاصمة أعمال ندوة وطنية حول إدارة العمل وفضاء الشغل منظمة بالتعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس. ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب بشأن التنسيق بين محاكم ومصالح إدارة الشغل في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بالمجال. الرفع من أداء إدارة العمل وتشخيص واقع قضاء الشغل في البلاد وتعزيز التنسيق بين محاكم الشغل والإدارة العامة للشغل لتطبيق الإطار القانوني المتعلق بهذا المجال محاور بارزة في هذه الندوة الوطنية المنظمة حول إدارة العمل وقضاء الشغل. إن مسعى هذه الندوة هو تبادل الخبرة والمشورة بشأن تعاطي محاكم الشغل ومصالح إدارة الشغل في إطار تطبيق قانون الشغل بصفة عامة وخاصة منه ما يتعلق بالنزاعات الفردية والجماعية من حيث تعريفها وتكييفها والمسطرة المتبعة لفضها بالمصالحة أو الوساطة أو بالبت فيها قضائيا وبتنفيذ محاضر مخالفات قانون الشغل. مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس استعرض دور المركز في مواكبة إدارة العمل والتشغيل في الدول العربية. يحرص المركز في أنشطته القومية والوطنية على مواكبة مشاغل إدارات العمل وأطراف الإنتاج في الدول العربية، ويسعده من خلال هذه الندوة الاستجابة لرغبة وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بتناول موضوع على غاية من الأهمية في هذا الوقت بالذات، فلا يخفى الدور البارز الذي تقوم به القضاء الشغلي لتطوير قوانين العمل وتحقيق العمل اللائق الذي يمثل هدفا استراتيجيا
لمنظمة العمل الدولية. على مدى يومين يتابع المشاركون في هذا اللقاء محاضرات وعروضا حول تنظيم واختصاص قضاء الشغل في موريتانيا وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية بغية الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز المنظومة القانونية بما يصون حقوق الشركاء الاجتماعيين. بدأت صباح أمس أشغال ورشة الاستعراض واعتماد برنامج تزمين التراث من أجل تنمية المدن القديمة ومحيطها، ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تبوؤ العمل الثقافي المكانة التي تمكنه من أن يكون إطارا رافعا لصيانة مكتسبات الأمة وهويتها ووحدتها ومجالا لدعم التنمية الاقتصادية. تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية وتطوير سياحة مستدامة وصيانة التراث الثقافي نماذج من أهداف برنامج التراث الثقافي والطبيعي من أجل التنمية. أهداف استعان قطاع الثقافة والصناعة التقليدية بخبراء وطنيين ودوليين وبمساعدة البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب في دراستها وتحديد آليات تنفيذها. نجتمع اليوم في هذه الورشة لاعتماد نتائج الدراسة المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لتثمين التراث الثقافي والطبيعي من أجل التنمية المستدامة في المدن القديمة ومحيطها، بعدما يقارب 4 أشهر من العمل الجاد والزيارات الميدانية لمختلف المواقع والبلديات المعنية بهذا البرنامج. فالهدف الأساس من هذه الدراسة التي تعرض اليوم عليكم لمناقشتها والمصادقة عليها هو خلق ديناميكية اقتصادية محلية تعتمد على المقدرات الثقافية والطبيعية لتضمن إنتاجا قادرا على مكافحة الفقر وتثبيت السكان في مواقعهم بخلق عدد من مواطن الشغل مع تمكين المحافظة على مكونات هويتنا الثقافية وترميم محيطنا الطبيعي. تثمين التراث الثقافي والطبيعي يساهم إلى جانب تنمية المدن القديمة في إيجاد إطار عام يلم شمل جل المتدخلين في مجال التنمية المحلية. إنهم من إفادة قولي أن برنامج تثمين التراث الثقافي والطبيعي من أجل تنمية المدن القديمة وما حولها لا يعد إطار عام من شأن يلم شمل جل المتدخلين في مجال التنمية المحلية لما لهم متقاطعين مع توجهات الحكومة ولمس تطلعات المواطنين. ونحن البرنامج الوطني المندمج لدعم مركز الهوية المحلية وتشغيل الشباب نثمن عاليا هذا البرنامج ونكيد استعدادنا لمواكبته في المراحل القادمة شرطة أن تكون المشاريع المقدمة ذات النجاعة ومبنية للتطلعات وأمان المستفيدين. على مدى يومين كاملين سيتم تقديم البرنامج الوطني لتثمين التراث وعرض مخطط يبين المدن القديمة المستهدفة، كما سيتوزع المشاركون على مجموعات عمل لدراسة المقترحات والتوصيات من أجل اعتمادها والمصادقة عليها. بدأت أمس بنواكشوط أعمال ندوة حول دور التشريع الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف منظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين والهيئة العالمية الإسلامية للمحامين. وتضمن برنامج هذه الندوة التي تدوم يوما واحدا تقديم عروض ومحاضرات تتعلق بمفهوم الإرهاب والتطرف بين الشريعة والقانون. دور التشريع الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف. تحت هذا العنوان نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ندوة علمية عالجت مختلف القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والغلو في الدين. فعلى مدى هذا اللقاء تابع المشاركون عروضا تناولت مفهوم الإرهاب والتطرف بين الشريعة والقانون ودور التشريع الإسلامي في المحافظة على التعايش السلمي والأمن العالمي. ندرج هذا اللقاء في إطار المجهود الذي يقوم به المفكرون والباحثون في كل بلدان العالم الإسلامي للتصدي لظاهرة الغلو والإرهاب. إن ظاهرة الإرهاب ظاهرة غريبة على الشريعة الإسلامية ومتنكبة لجادتها ومغايرة لمنهجها، فالإرهاب قائم على القتل والاقتيال والتخريب والتدمير والتهديد بهدف خدمة أغراض سياسية، وهذه الأفعال صور القرآن صاحبها في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين أوضح أن الشريعة الإسلامية تقوم على العدل والمساواة ونبذ كل ما يسيء أو يكون مصدر إساءة للبشرية. إن إبراز دور التشريع الإسلامي بمحاربة الإرهاب والتطرف لا يحتاج إلى عناء كبير، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الحفاظ على حق الإنسان وحفظ كرامته كثيرة. وقد اخترنا الجانب التشريعي في الإسلام لأن القانونيين كانوا يغلبون دور القانون الوضعي في محاربة ظاهرة الإرهاب، وهي مسألة اخترنا أن نبين زيفها لأن التشريع الإسلامي هو أكبر محارب للظاهرة، إذ اهتم الدين الإسلامي بالإنسان منذ ولادته وحتى مماته، وأحاطه بالرعاية وحذر من الانحراف وما يقود إليه من مفاسد وتعدي على الآخرين، وبين حدود الحرية وأبرز مخاطر الظلم والفساد، ووضع قواعد لتربية النشء لبناء مجتمع صالح متكافل يسعد فيه الفرد. بدوره هنأ الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين قطاع العدل ومن خلاله الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على تنظيم هذا اللقاء العلمي الذي يشكل فرصة لتدارس القضايا التي تعاني منها الأمة الإسلامية. ويأتي هذا النشاط العلمي في إطار الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إسهاما منها في تنوير الرأي العام بضرورة مجابهة الإرهاب والتطرف والأفكار الواردة التي لا تخدم الدين ولا الوطن. بالتعاون مع وزارة العدل نظمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط ومشروع تعزيز دعم بناء دولة القانون ورشة تحت عنوان أخلاقيات مهنة كاتب الضبط. تهدف الورشة التي تدوم يومين إلى التعريف بدور كتاب الضبط في مختلف مراحل الدعوة. تسعى هذه الورشة المنظمة من قبل النقابة الوطنية لكتاب الضبط إلى بحث سبل الكفيلة بترسيخ أخلاقيات مهنة كاتب الضبط. يومان سيتم خلالهما تقديم عروض ومحاضرات تتناول أهمية كاتب الضبط باعتباره المساعد المسهل لعمل القاضي وتعامله مع المتقاضين. إن عملا كهذا متشعب الاختصاصات متعدد المهام لا يمكن أن يترك القائمون به دون رعاية من أجل تحسين تكوينهم وصقل معارفهم وتبادل خبراتهم وتجاربهم مع بعضهم. من الوسائل الناجعة لتكوين وتدريب كتاب الضبط تنظيم الندوات والورشات التي تكون مناسبة للتبادل بين كتاب الضبط وتوفير الفرص لأن يستفيد بعضهم من البعض الآخر، وهذا ما نسعى إليه من خلال تنظيم هذا اللقاء. رئيس النقابة الوطنية لكتاب الضبط أكد أن هذه الندوة ستتطرق إلى مواضيع ذات صلة بالأخلاقيات المهنية التي يجب على كاتب الضبط أن يتحلى بها أثناء أدائه لعمله الميداني. إذا كان جهاز كتابة الضبط هو المحور الأساسي لسير أعمال المحاكم وتنظيم علاقة الإجراءات المسطرية بين المحكمة والمتقاضين والسهر على تنفيذها بتطبيق التدابير المقررة التي يتعين على كتابة الضبط القيام بها بكل دقة في وقتها المناسب وفاء لما يفرضه عليها التزامها المقيد بالتواريخ مع الحرص على سلامة كل إجراء، فإن الانشغال بتنفيذ المساطر وتقديم الخدمات المرتقبة من المرفق وحدها يبقى انشغالا قاصرا ما لم تبسط تلك المساطر والخدمات على بساط أخلاقي متين. هذا اللقاء العلمي يدخل في إطار الأنشطة التي تقوم بها النقابة الوطنية لكتاب الضبط سعيا منها إلى إبراز دور كاتب الضبط في العملية القضائية وتبيان دوره المحوري في هذا المجال. اختتمت في تيشط بمركز وامغارة الإداري أشغال الاجتماع الإقليمي حول دور المجتمعات المحلية في إدارة وصون مواقع التراث العالمي في الدول العربية، ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار المصادقة على توصيات لجنة التراث العالمي ضمن الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتسيير المستديم لموارد التراث العالمي للمجموعة المحلية. بعد 3 أيام من أشغال الاجتماع الإقليمي حول دور المجتمعات المحلية في إدارة وصون مواقع التراث العالمي في الدول العربية، توصل المشاركون في هذا اللقاء إلى جملة من التوصيات حول إجراءات تسيير مواقع التراث العالمي ودور المجموعات المحلية وتقنيات مشاركة السكان المحليين في هذا المجال.
إن التوصيات التي انتهيتم إليها ستكون موضع عناية خاصة لدى السلطات العمومية، وسيكون لها الأثر البالغ في تدعيم مسلسل الإدماج الفعلي للساكنة المحلية في حماية مواقع التراث العالمي. وأخيرا لهذه التظاهرة اطلع المشاركون على تجربة الحاضرات الوطنية لحوض أرجين في إرساء نظام تشاركي فعال مع المجموعات المحلية، وتابعوا عروضا ساعدت في إعداد التوصيات التي تم التوصل إليها. ذا العرض وافي وشامل، واستطاع أيضا على أنه يخلص بعض التوصيات اللي في الحقيقة نقدو نتمناه من أجل أننا ننظر بصورة أكثر إيجابية للمستقبل. الاجتماع كان مناسبة لممثلي مكتب اليونسكو والباحثين والخبراء في الدول العربية وممثلي المجموعات المحلية لتدارس السبل الكفيلة بتشجيع التعايش الاجتماعي والتكفل ببعض الفئات الأقل دخلا ودعم المشاركة الفعالة للتجمعات المحلية في تسيير المواقع الطبيعية والثقافية في بلادنا. اختتمت بغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة للشبكة المغاربية للمترولوجيا، وقد شارك في هذه الندوة ممثلو هيئات الجودة في البلدان المغاربية، وتم خلالها استعراض مواضيع عديدة من بينها الكفاءات الفنية في مجال دقة القياس والمعايير باعتبارها أمورا أساسية لحماية المستهلكين وتطوير صناعاتهم وجلب الاستثمارات للبلدان. كما تم الإعلان خلال هذه الدورة عن تولي بلادنا رئاسة الشبكة المغربية للمترولوجيا. نظمت الإدارة العامة للضرائب ورشة تحسيسية لصالح مرشدي مناخ الأعمال المعروف بآلية دونغ بيزنس حول جملة الإصلاحات التي عرفها قانون المالية الأصلي لسنة 2016، وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى إطلاع المعنيين على الإصلاحات المذكورة. في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاقتصاد والمالية من أجل تحسين مناخ الأعمال في بلادنا، تنفذ المديرية العامة للضرائب جملة من الإصلاحات تهدف إلى إعطاء مزيد من الضمانات للمؤسسات في مجال الرقابة والتحصيل والنزاعات واسترداد الضريبة على القيمة المضافة. هذه الورش ورش معادل لصالح مرشدي لجنة مناخ الأعمال التابعة للبنك الدولي، والهدف منها هو إيصال لهم جميع الإصلاحات التي تم إدخالها في المنظومة القانونية للضرائب في موريتانيا من سنة 2015، وهي تهدف إلى نشر والتحسيس بهذه الإصلاحات التي تمت من سنة 2015، والتي نرجو من خلالها أن تتقدم موريتانيا في التصنيف الدولي لمنظمة دونغ بيزنس. ويدخل تنظيم هذه الورشة الخاصة بنشر الإصلاحات الضريبية ضمن هذه الجهود ذلك ما أكده الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد سليمان العلنجاي أمام المشاركين. وأكد الأمين العام أن هذا اللقاء سيمكن مرشدي مكتب مناخ الأعمال دونغ بيزنس من التعرف على جملة الإصلاحات التي عرفها قانون المالية الأصلي لسنة 2015. نظم منتدى الآداب والمعارف بقاعة العروض بالمتحف الوطني أمسية تبليه لعميد المديح الحساني المرحوم أحمد دوبامبو الكويري والعبد الله والسيدي بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بشأن الثقافي. المتدخلون في هذه الأمسية أشادوا بخصال المرحوم واستعرضوا نماذج من أدبه في مختلف الأغراض الأدبية وبعض مساجلاته مع جيل الأدباء الذين عاصروه. وقد استأثر الحديث عن مدايح المرحوم الكويري بجانب مهم من هذه الأمسية. دوليا، خرج مئات المتظاهرين الفلسطينيين أمس في مسيرات في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية إحياء لذكرى يوم الأرض للعام 40. وقد شهدت حركة السيارات صباح أمس تراجعا كبيرا، كما أعلنت كافة المجالس المحلية والبلديات إغلاق أبوابها تلبية للإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وأشار شهود العيان إلى أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها، فيما دعت فعاليات وطنية وشبابية إلى مظاهرات في الضفة الغربية خاصة رام الله ونابلس شمال الضفة الغربية.
في اليمن انتزع الجيش اليمني مدعوما بمقاتلين محليين السيطرة على مناطق في مدينة عدن من تنظيم القاعدة، في حين تعرضت أحياء بمدينة تعز لقصف من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وقال مسؤول أمني إن الجيش اليمني الساعي لإخراج التنظيم من معاقله بالمدينة الساحلية الجنوبية نجح في السيطرة على السجن المركزي، كما يحاصر مباني ومناطق سكنية في حي المنصورة بعد 3 أيام من الاشتباكات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دول العالم لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يعيشون مأساة إنسانية صعبة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي بأن 480 ألف لاجئ سوري في أوروبا يحتاجون إلى إعادة توطينهم. وقال بان كي مون في كلمة ألقاها في مستهل مؤتمر لدعم اللاجئين السوريين في جنيف إن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع شركائها على توفير فرص عمل جديدة للاجئين السوريين وإعادة الأطفال السوريين إلى مقاعد الدراسة. نهاية النشرة، إلى التذكير بالعناوين. اختتام الدورة البرلمانية الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2015-2016 على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. نواكشوط تحتضن انطلاق أشغال ورشة لاستعراض واعتماد برنامج تدمير التراث من أجل تنمية المدن القديمة ومحيطها. مئات المتظاهرين الفلسطينيين يخرجون في مسيرات في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية إحياء لذكرى يوم الأرض للعام 40. أشكر لكم حسن المتابعة، تصبحون على خير وإلى اللقاء.